بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أنا لسه ما دخلتش الحمام اهوت، يعني علشان بسمي الحوض يعني أمام الحمام كده. فأنا هنضف الحوض أول حاجة، بقى أنضفه يعني أي مسحوق غسيل اهو، برسيل اهو، لا خلطات ولا أي حاجة، لأن طبعا ده تنظيف يوم. أهو شوية برسيل اهو، وادي برضو البانيو اهو شويه اهو، ودي برضو التوليت اهوت، كل ده على مدفعل. اعمل حاجه بحاجه كده، وبرضو على الارضيه برضو شويه اهو، وهنا في الاركان والزوايا برضو اهو. او احط الميه، وبالسلكه الخشنه دي، سلكه المواعين الخشنه، بس مش يعني ما تستعملهاش للمواعين بعد كده، ده انا مخصصه للحمام سلكه يعني خشنه اهي. وادعك اهوت، لان طبعا الحوض بيبقى فيه صفار كده، وطبعا الحاجات ديت يعني لازم الواحد يعمل لها حاجه مخصصه، عشان هي غابه من الميكروبات اهي. ودي الصبانه برضو اهيت، الصبانة مع الحوض، والحنفية برضو اهي. وهو المية شغالة برضو كده اهو، انضف كده، لان طبعا المية دي للتنظيف. يعني مثلا الناس مثلا يقولوا مثلا يعني المية، استهلاك المية وكده، ما هو ربنا عشان ننضف بيه اهو. الحوض اهوت، الحوض راح زي المراية اهو، شوف اللمعة اللي فيه، راح ما شاء الله، ولا خلطات ولا حاجة بالبرسيل، وراح مية مية اهو. هروح للبانيو اهو، احط له شوية مية بصات كده، شطف اهو. السر كله في تنظيف الحمام بسرعة، وسرعة الصاروخ هي المكنسة اليدوية دي، لأن اهو لا الواحد متوطي ولا ظهرك يوجعك اهو. دي انا مخصصاتها للحمام، والحيطان برضو اهوت كله. خد الدوش اهو، كل الاركان والزوايا ديت، المكنسه ديت يعني حاجه كده كويسه خالص في تنظيف الحمام. بسرعه في عجاله كده، ما تكملش بسيط يعني خالص اهو. اهوت الشطات اهو، بقشره الحيطان كله. والتواليت اللي هي القاعده ديت عملتها بالفرشه ديت، وبرده بشطفها اهي. وادي الارضيه برده اهو بالمكنسه، ارضيه الحمام بخليها لاخر الحيطان، وبعدين الارضيه. وادي برده الباب اهو، كمل الباب اهو، الباب انا متاح كله بالمكنسه دي، وبرده الباب من الداخل اهو. الحيطان من اخر الارضيه لاخر خالص اهي. وبعدين شطفت الباب اهو من المكان اللي كنت تحكاه اهو، من بره برده اهو شطفته، وحاطه الميه تحت هنا، اعملها بالمساحه كده. نشوف الارضيه راح تتم ازاي. Thank you.
اهو الحمام الاخر بيلمع خالص اهو، شايفه البانيو بيلمع ازاي، وبرده التواليت دول الارضيه شوف بتلمع ازاي. واخيرا لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسنيش من اللايك وشير وسبسكرايب. وطلعت بره الحمام اهوت، دمتم في أمان.